بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الزملاء الأحباء، أبناء الأطباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة المحاضرة رقم 9 في الحديث عن الأمراض البكتيرية التي تصيب الحيوان. بدأنا هذه السلسلة بكلام فقط عن الخطوط العامة لعلاج الأمراض البكتيرية. تكلمنا عن أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الجهاز التناسلي وأمراض الجهاز البولي، وتكلمنا عن أمراض الجلد، وتكلمنا عن الأمراض اللي بتسبب إجهاض إزاي نتعامل معها. النهاردة المحاضرة مش هنتكلم عن خطوط عامة لعلاج، ولكن نتكلم عن الأمراض التي لا تستجيب للعلاج. Bacterial diseases not respond to treatment in farm animals. Bacterial diseases not respond to treatment in farm animals. الأمراض البكتيرية التي لا تستجيب للعلاج في حيوانات المزرعة. الأمراض البكتيرية هنعددها كده. المرض الأولاني اللي هو مرض الجونز ديسيز. المرض ده بيعمل كورونيك انترايتس، وبيسمى بارا تيبركولوزس، بيصيب الأغنام والماعز والأبقار والإبل. المرض الثاني اللي هو أمراض الكوليستريديا، الكوليستريديال ديسيزس. المرض الثالث اللي هو البروسيلا. المرض الرابع الأنثراكس أو الحمى الفحمية. المرض الخامس اللي هو التوبركولوزيس أو مرض السل. هنتكلم عن كل واحد باختصار وليه الأمراض دي ما بتستجيبش للعلاج. المرض الأولاني اللي هو الجونز ديسيز، وده كنا عملنا عليه محاضرة كاملة. الجونز ديسيز هو مرض بيعمل التهاب مزمن في الأمعاء، وبيعمل سيكنينج في الانتستاينال وول بتاع الانتستين، فما بيحصلش امتصاص للطعام، يبدأ الحيوان يخس لغاية ما يموت. دي الفكرة. أقول يا دكتور ما هو مرض بكتيري وممكن ندي مضاد حيوي وندي سلفة وكده، هنتكلم عنه دلوقتي. إن إحنا في مجال الطب البيطري دايما بنعالج من ناحية اقتصادية، يعني لو إن العلاج هيبقى مكلف ويزيد سعر الدواء عن سعر الحيوان فبنعالجش. وده مرض معدي مزمن لا يستجيب للعلاج، وهو من عائلة السل. يعني زي ما نشوف دلوقتي ان هو contagious chronic sometimes fatal infection. fatal يعني قاتل. infecting small ruminant وبيجي للارج ruminant. المسبب بتاعه مايكوبكتيريوم افيان سسبيشس بارتركولوزس سب سبيشيز بارتركولوزس، بنختصره الام اي بي. معلش الصوت بتاعي هيبقى النهارده ضعيف شويه لان بمر بوعكه صحيه كده. دعواتكم بالشفاء ان شاء الله. الكوزيتيف ايجنت اللي هو جرام بوزيتيف اسيد فاست باسيلاي. الأعراض في الإبل، طبعا الأعراض بتصيب الإبل وبتصيب الأبقار وبتصيب، لكن أنا الإبل اللي شفت فيه حالات كتيرة، فهركز النهاردة على الإبل. الحيوان بيبدأ يخس progressive weight loss، لو بيجيب لبن بيقل إنتاج اللبن، وبعدين يمنع الأكل ويحصل له جفاف، وممكن تظهر أديمة في الانترمانديبولار سبيس، والوبر بتاعه يبقى رافنج كوت، وبعدين تحصل ضيارية. بقى دي العلامة المميزة لهذا المرض، تحصل ضيارية ممكن تبقى انترميتنت وممكن تبقى بيرزيستنت، يعني تيجي يقعد له اسبوع كده عنده اسهال وتقف يومين ثلاثة وترجع تيجي تاني، وممكن يقعد شهر وشهرين وثلاثة عنده اسهال. وسبحان الله في حالة جت للمستشفى بعير وكانش عنده اسهال، وقعدت اعالج فيه وكده، وكان عنده فقر دم وحالته كانت صعبة خالص، ولما في اخر قبل ما يموت او عند لما مات عملنا فحص وجدنا عنده ان هو عنده مرض السل الكاذب اللي هو بارا تبركولوزس.
أو بيسموه هنا في السعودية السلاك، مرض السلاك. نوريكم حالة دلوقتي، الحالة دي الدكتور بعتها لي من كام يوم، والميزة فيها إن هو بعت عينة للمعمل والمعمل طلعها بوزيتيف حالة مرض جون اللي هو مرض السلاك، عشان لو حد من المربين اتكلم معاك. نلاحظ في الحالة دي، وطبعا دي ابل مزايم وطبعا سعرها غالي جدا، والراجل اتصل بي عايز اي علاج يعني، فقلت له بدل طلعت شفته بقى الرجلين هنا دليل الاسهال المزمن، شوف الرجلين الخلفيتين عاملين ازاي، وقال له عنده اسهال بقاله فترة طويلة جدا. وبعدين قال لي انه بعت عينه للمعمل وبعت لي النتيجه بتاعت المعمل، لقيت فيه الدكتور مطلع بوزيتيف باراتوبيكولوزيس. وبعدين لقينا تحليل السي بي سي، لقينا فيه فقر دم شديد ونزول في الهيموجلوبين، فعلا محتاجه نقل دم. لكن انا قلت له ما تعالجش، ربنا يعوضك خير وما تعالجش. قال لي ده الدكتور فلاني بيقول لي انا ممكن اعمل برنامج سلفه. قلت له على راحتك، لكن انا مفيش حاله عالجتها وخفت، وهو مرض اصلا مزمن وليس له علاج. طبعا في حالات اللي كانت بتجي لنا المستشفى، كنا بناخد عينه بنعمل سكين سكرابنج للريكتم، افضل ما احنا ناخد من الفيسز يعني، نخدش كده بمشرط في الريكتم وناخد عينه نحطها على السلايد ونصبغها، ونلاقي ده البقعه الحمراء دي اللي هو ده الميكروب مايكوبكتيريوم ايفيان سب سبيشيز باراتوبيكولوزيس، ده دايجنوستيك للمرض. فانا كدكتور حتى لو انا يعني شغال في ليبل بقالي فتره، ما اقدرش اقول ان دي حاله باراتوبيكولوزيس الا لما ابعت عينه المعمل. والانديكيتد بتاعها انه الحيوان بقاله شهر ولا شهرين بيسهل، مع المعمل بوزيتيف يبقى خلاص بقى نتخلص منه نذبحه، هنقعد نصرف ادويه ونقل دم وعلاجه والاخر مفيش نتيجه. يبقى المرض ده جدول علاج بمرض الجون ديسيز او الباراتوبيركولوزيس او مرض السلاج. This disease has long incubation period. There is no cure and it is ultimately fatal. مرض جون لديه فترة حضانة طويلة ولا يوجد له علاج وهو مميت في النهاية. ده كلام العلماء ملخص يعني شغل أبحاث لفترات طويلة. زي لما نيجي نتكلم دلوقتي عن السل بتاع البقر، هو من نفس العيلة دي مايكوبكتيريوم والتاني مايكوبكتيريوم، والاتنين ما بيتعالجوش. طب ازاي نمنع بقى المرض ده المعدي؟ الفيسز بينزل في الميكروب اللي يجي يلوث الاكل، العلف الحيوانات التانية تصاب. فبنعمل مانج مانيور ودايما نشيل الفيسز بتاع الحيوانات، ونعمل تيست لاي حيوان هشتريه اختبره هل هو عنده جونز ولا لا، وباللي يطلع بوزيتيف تيست اند كال انيمال اوت اوف ذا هيرد. الكلام ده في الغنم، في الابقار، في الابل. تيست اند كال انيمال اوت اوف ذا هيرد يعني الحيوان يطلع بوزيتيف باراتوبيكولوزيس اتخلص منه، طلع بوزيتيف بروسيلا اتخلص منه، طلع بوزيتيف تيبركولوزيس اللي هو السل اتخلص منه. ده الكلام النهائي اللي مفيش بعد كلام. طبعا في تحصين لو المرض منتشر عندي في المزرعه، في تحصين اسمه جودير فاكسين. جودير فاكسين ده برضه كنا اتكلمنا عنه، ده كيلد فاكسين ما بيعملش له اي سايد افكت يعني، وبنديه للاغنام وبنديه للابل وبنديه 1 ملي الغنم تحت الجلد، ما نديش له بوستر دوز. طيب نيجي نتكلم على المرض الثاني اللي هو الكوليستريديال ديسيز، وده طبعا عملنا عليه سلسله من المحاضرات. ايه اهم امراض الكوليستريديا؟ شوفوا عدوا كده معايا، تيتانوس، بالبي كيدني، البلاك ديسيز، البلاك ليج، مالجنانت اوديما، لامبي ديزنتري، براكسي، بوتيوليزم، كوليستريديال هيباتايتس، وفي كمان انواع كده يعني بس ما رضيتش اكتبها لان مش كومن يعني. عشان كده لما نيجي ندي التحصين، في تحصين 10 لقاحات مع بعض اللي هو زي كوفاكسين 10 وكوفاكسين 8،
فأمراض الكوليستيريديا كلها لا تعالج، بتعمل صدن ديس، والوقاية هي التحصينات. ماشي يا دكتور عبد الله شافعي والزملاء اللي معانا على الهوا، لما الناس تجادل ومربين ودكاترة تشتغل ونعالج، مفيش يا جماعة، ريح نفسك، هتلاقي الحيوان الصبح صاحي ميت، هتعالج ايه؟ Cholestatic disease is the most common cause of sudden death of all ages of sheep and goat and camel and cattle. الأمثلة عندنا البلب كدني السبب بتاعه كوليستريديم بريفرنجيس تايب دي، اللامب ديزنتري كوليستريديم بريفرنجيس تايب بي، الاستراك كوليستريديم بريفرنجيس تايب سي، البراكسي سيك كوليستريديم سيبتيكم، البلاك ديسيز كوليستريديم نوفواي، البوتيوليزم كوليستريديم بوتيولينيوم. هذه الأمراض تكلمنا عن كل واحدة منها قبل كده في محاضرات، ولكن نقول there is no treatment. Treatment is of no value. العنوان هنا ايه؟ Treatment is of no value. وبيعمل sudden death، ولو الحيوان ما ماتش على طول تلاقي الحرارة ترتفع شوية يدخل في convulsion ويموت برضه. هتلحق تدي بقى، ده يقول ده كلام بوزيتيف يا دكتور، ممكن ندي بنسلين وبيتا لاكتام جروب وكده، ما مش هتلحق. امال نعمل ايه؟ الفاكسينيشن، كوليستريديوم فاكسين بنديه في نهايه الحمل قبل الولاده باربع او ثلاث اسابيع في الغنم والابل عشان يكون انتي بودي تنزل في السرسوب يرضعها الحيوان. عندنا مثالين مشهورين، عندنا الكوفاكسين 8 وفاكسين 10، وفي أمثلة أخرى للقاح الكوليستيريديا أو التسمم المعوي. صليتوا على رسول الله. نيجي لمشكلة البروسيلا، اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت اللي قبليها، لما جينا نتكلم عن الأمراض اللي بتعمل أبورش. البروسيلا مرض خطير بيصيب الأبقار والأغنام والماعز والإبل والإنسان، تسمى الحمى الملطية، وقلنا ما بنعالجش في الحيوان. ما بنعالجش، امال نعمل ايه؟ تيست اند سلوتر تيست، يعني طلع اختبار روز بنجال ولا الرابت تيست وطلع بوزيتيف، سلوتر على طول، وبعدين نعمل تحصين للحيوانات ونظافه وديس انفكشن وجود هيجين في المزرعه. ده كلام نهائي يا دكتور، ده كلام نهائي ان شاء الله وعلى مسؤوليتي. ليه بقى؟ طب واحد بقى يقول بقى دكتور عبد الله شافعي ولا غيره ولا الدكتور الشاكر ولا اي حد من اللي معانا، يا دكتور انا اديت علاج مضاد حيوي لمده شهرين وبعت عينات للمعمل طلع لي نيجاتيف، روز بنجال طلع ولا بي سي ار طلع نيجاتيف، يبقى دليل ان ايه؟ ليه ما نعالجش؟ انتي بيوتيك، الكلام ده صح، انتي بيوتيك كان ريديوس كلينيكال ساينس، بيقلل الاعراض. اند فيو ستاديز هاف ريبورتد ذات The treatment seemed to have eliminated brucella from cattle or other ruminant. وممكن كمان بعض الأبحاث قالت إن هو بيموت الميكروب. لكن إيه المشكلة؟ المشكلة إنه بيروح بعد كده الميكروب يستخبى في الغدد الليمفاوية. However, even when the organism seemed to have disappeared، هو ظهر قدامنا أهو طلع نيجاتيف، they might persist in lymph node، بيروح يستخبى في الغدد الليمفاوية or other tissues. يبقى الميكروب موجود، يجي له المناعه تقل ولا حاجه يروح مهاجم الجسم تاني، عشان كده ما بنعالجش. نيجي للمرض الرابع ده، احنا ما كناش اتكلمنا عنه قبل كده، المرض الحمى الفحميه، هنتكلم عنه باختصار، هو مرض السل. مرض الحمى الفحميه موجود وبيظهر احيانا في صوره وبائيه وبيعمل سادن ديس، وبيجي صوره اكبر اكيوت او يجي في صوره اكيوت او سب اكيوت وفيتال انفكشوس سويل بورن ديسيز اوف ممل. يعني ايه سويل بورن؟ يعني الميكروب ممكن يقعد السبورز بتاعته في التربه لسنوات طويله، عشان كده المفروض ما نفتحش الجثه وندفنها بسرعه ونشيل اي محتويات او تتشارج طالما الحيوان الميت ده، لانه هيبقى مصدر العدوى للانسان والحيوان. المسبب الرئيسي الميكروب اسمه باسيلس انسراس، باسيلس انسراكس، واعراضه ان هو بيموت الحيوان على طول، سادن ديس. لكن احيانا لو الحيوان ما ماتش ممكن تلاقي فيه فيفر، تريمورز، ديزنيا، كولابس اند تيرمينال كونفالجن، ويموت خلال ساعه الى اربع ساعات.
علامة مهمة ومميزة، والدكتور البيطري ياخد باله لو راح لحالة ماتت قدامه ولقى الدم نازل، سيول دم أحمر نازل من فتحتي الأنف والفم والإنس والفالفا، احتمال كبير جدا ده يكون حمى فحمان. خطر جدا انك تقرب منه ولا تفتحه ولا شوف البي ام، وبعدين تلاقي بطنه منفوخة انتفاخ شديد جدا بعد ما يموت مباشرة مع نزول دم من جميع الفتحات اللي في جسمه. ما بيعملش الأعراض دي إلا مرض الحمى الفحمية أنثراكس. How can you deal with the case of anthrax؟ لو قابلت لي حالة في الفيلد حالة حمى فحمية أتعامل معها إزاي؟ Anthrax is a notifiable disease، يعني المفروض أبلغ على طول السلطات، وزارة الزراعة أو الجهات البيطرية المسؤولة إن في الحقوا عندي حالة Anthrax. The owner of the field or the doctor must immediately report any suspicious of disease. Infected carcasses، الحالة اللي ماتت من الأنثراكس should not open it، ما تفتحهاش. And immediately burn it، تتحرق أو تعمل حفرة وتحط عليها جاز ولا تحط عليها أي حاجة وتولع فيها، والحفرة يكون عمقها 2 متر وتحط عليها جير حي وتدفن عليها. ده التصرف الصحيح خوفا من انتقال المرض وانتشار السبورز بتاعت الميكروب في التربة، فتصبح مصدر عدوى للمكان والحيوانات وللإنسان. نرحب بالدكتور علاء خاطر جميع الزملاء اللي معانا. طيب نيجي المرض الأخير في محاضرة النهاردة اللي هو السل توبركولوزيس. توبركولوزيس مرض برضو ما اتكلمناش عنه قبل كده، فهندي عنه فكرة سريعة كده. تيزا كورونيك contagious disease of mammals، بيصيب كل الماملز والإنسان كمان. caused by mycobacterium tuberculosis، المسبب بتاعه mycobacterium. افتكروا أول مرض اتكلمنا عنه اللي هو السيدو tuberculosis اللي هو مرض السل الكاذب، اسمه الميكروب اللي مسبب له برضه اسمه mycobacterium avis subscribers paratuberculosis، يعني نفس العيلة، عشان ده ما بتعالجش وبرضه ده ما بتعالجش. طبعا هتقول ما يا دكتور ما احنا في الانسان، الانسان اللي عنده سل بنعالج. علاج طبعا، احنا هندبح الانسان نقول له لا روح ندبحك، فلازم نعالج في الانسان. لكن في الحيوان مرض مزمن، حيوان هيخس في الوزن، مفيش انتاج لبن ولا انتاج لحمة ومصدر عدوى، فخلاص اقتصاديا نتخلص منه. ربنا يعافينا طبعا، ده من امراض السل الخطيرة. يعني المرض ده الانكوبيشن بيريود ممكن تقعد فتره طويله، ممكن تقعد شهرين، ممكن تقعد عده سنين لما يظهر الاعراض. والموربيديتي والمورتاليتي ريت فاري اكوردنج تو، يعني ممكن حسب مناعه الحيوان ممكن نسبه الوفيات تبقى عاليه وممكن تبقى قليله. وفي الاول لما الحيوان يكون عنده تي بي ما بيظهرش عليه اعراض. اخيرا الدكتور ابو عبد الرحمن ظهر على الشاشه بعد غياب طويل. مخصوم منك يا دكتور 2000 ريال على هذا التغيب، وممكن نسامحك ان شاء الله المره دي. بنتكلم على مرض السل، الدكتور ابو الرحمن كنا بنتكلم على مرض السل، وكلمنا من شويه على مرض الانثراكس، انت كنت حكيت لي قصه على مرض الانثراكس، ولما بلغت ان في حاله يقول لك بالطياره، يا ريت تكتبها لنا كده تلخص لنا المشكله اللي كانت ظهرت هنا في السعوديه. الكلينيكال ساينز بتاعت السل، قلنا ممكن الحيوان يبقى عنده سل ومش ظاهر عليه اعراض، ولما يموت او يتذبح في بقى ثلاث صور من السل، في بالمونري فورم وفي الامنتري فورم وفي تيوبيركولوس ماستايتس فورم. ممكن يجي بظهور اعراض تنفسيه وتلاقي الرئتين مليانه خراريج وشكلها صعب جدا زي ما هنوريكم دلوقتي، وده نادر شويه في الابقار. يعني مرض السل اللي بيجي للابقار انه يجي في الصوره البلمونري قليل، عكس الانسان دايما السل في الانسان دايما يجي بلمونري فورم، تلاقي كحه شديده وبلغم وينزل دم في البلغم وشغلانه. لكن الكومن عندنا الالمنتري والتيوبركولوس ماستايتس. برضه الالمنتري ممكن يجي في صوره كورونيك ريكارنت بلوت مع تضخم في الغدد الليمفاويه اللي هي الميديا ستاينال ليمفيمود،
ممكن يعمل إسهال، إسهال فترة طويلة. والصورة الثالثة اللي هو تيوبركلوس ماستايتس، تيوبركلوس ماستايتس إن يجي يعمل تضخم في السوبرا ماماري لينف نود، واللينف نود تبقى انلارجد، تلاقي كل الغدد الليمفاويه ورمه، ممكن يعمل التهاب في الذره. دي ثلاث صور بتوع السل في الحيوانات. هل ممكن نعالج السل؟ Treatment of tuberculosis is of no value. Treatment of tuberculosis في الحيوانات يعني is of no value. ما بنعالجش. مال نعمل ايه يا دكتور لما في حالة نشكك ان هي سل؟ نعمل ايه؟ هنقول بنعمل ايه دلوقتي. بنعمل تيست اند سلوتر. تيست اند سلوتر يعني في اختبار اسمه التوبركولين تيست. بنعمله وبعد ونقرا القرايه بعد يوم او يومين نشوف المكان اللي عملنا فيه الحقن ده، لو طلع بوزيتيف والمكان ورم وكده يبقى ده بوزيتيف، فنتخلص منه ونبعته للسلخانه يتذبح. في السلخانه بقى بيكشفوا عليه ويتخلصوا من الاجزاء، الرئه يتخلصوا من، يفتحوا الليمف نود الشولدر، يفتحوا البريفيمورال وايه، ويعدموا الجزء المصاب، واحيانا يعدموا الجثه كلها. طرق مكافحة السل ذو الأصل الحيواني، زي ما قلنا إن إحنا بنعمل تبركولين تيستس وسلوتر أول رياكتورز، أول بوزيتيف رياكتورز، عشان نمنع انتقال العدوى للحيوانات الأخرى. دي حالات سل اهيت، نشوف الرئة عاملة إزاي، ودي ممكن يجي في صورة السل الجلدي، إزر على الجلد، ودي حالة سل برضه. الكبد نفسه فيه، شوف التجمعات دي، والعلامة تبقى برضه موجودة في الرئة، علامة مميزة جدا، تلاقي فيه جرانيولوما تستيشيوس كده ومليانة خراريك صغيرة. طبعا ده مرض دكاترة بيبذلوا فيه مجهود عشان عدم انتشار العدوى للإنسان والحيوانات الأخرى، لأن في النوع اللي بيصيب البقر بينتقل للإنسان. طبعا في أنواع خاصة بالإنسان، لكن هنا مفروض إن احنا بنبلغ ونبدأ نعمل اختبار تبركولين تيست، ونغلي اللبن اللي جاي من الحيوانات دي، لأن اللبن بينقل المرض لو شربنا لبن مش مغلي. والتكلفة الاقتصادية للعلاج عالية جدا، وبالتالي مش هنعالج لأن هيكون تكلفة أعلى من سعر الحيوان. والميكروب يكتسب مناعة، لو احنا قعدنا ندي مضاد حيوي يكتسب مناعة، وحالات كتيرة جدا لا تستجيب للعلاج. والمهم ان احنا نحمي الانسان من هذا المرض الخطير. بنعمل بسطرة للبن ونغلي اللبن، واللحمة لازم نسويها كويس جدا، نستخدم محلول هايبوكلورايت للنظافة والفورمالين والفينول، ونمنع وصول الانسان للمرض الانسان زي ما قلنا ببسطرة اللبن، كشف الدورة على الحيوانات، ونحصن الأطفال باللقاح البي سي جي عشان المرض السل خوفا من الإصابة. كده خلصنا. لو في حد عنده سؤال نجاوب إن شاء الله على الأسئلة. الدكتور علاء خاطر بيقول طرق نقل العدوى الأخطر للألبان أم اللحوم للإنسان؟ نفس الاثنين يا دكتور علاء، يعني لو شربت لبن أو الأولاد الصغيرين شربوا لبن مش مغلي، ده يعتبر مصدر عدوى. لو أكلنا لحمة مشوية مثلا أو محطوطة على الفحم أو مش مستوية كويس، برضو تبقى مصدر للعدوى. فالاثنين اللبن واللحوم مصدر للعدوى، زي البروسيلا بالظبط، زي الحمى الملطية. خطر جدا إن احنا ناكل برضو الجبنة القريش، اللي هي الجبنة القريش بتتعمل من لبن غير مغلي، خطر إن احنا ناكل منتجات ألبان مش معرضة للغليان. نرحب بالدكتور فواز، جزاه الله خيرا على ما يقدمه لنا من محاضرات، بيسوي لنا المحاضرات بصورة جميلة. نرحب بالدكتور محمد حسين والدكتور سيد ربيع، الناس حبايبنا اللي مشاركنا صيفا وشتاء.
في حد تاني الدكتور أبو عبد الرحمن بيقول كلام جميل. حاليا في اختبارات سريعة بالحليب أو الدم للفحص السريع حقليا. تقصد بالسل يا دكتور، مرض السل؟ الدكتور بيقول في اختبار غالبا هيكون للسل ان شاء الله، لان احنا كنا بنعمل توبركولين تيست، ده بيتعمل على الحيوان، لكن بيقول في اختبارات سريعة بالحليب والدم الفحص السريع حقليا. يا ريت يا ابو عبد الرحمن تكتب لنا اسم الاختبارات ايه، عشان لو في دكاترة عايزة تشتري. اكتب لنا بقى يا دكتور اسم الاختبار عندك كده وانت في الكومنت، ايه الاختبار السريع ده اللي بنعمله على الحليب او الدم عشان نكشف عن وجود مرض السل. طبعا السل اكتر حاجة بيصيب الابقار، لكن سبحان الله الابل مقاومة جدا للسل. ايوه يا جماعه، في اسئله تانية ابو عبد الرحمن هيكتب لنا اسم الاختبار ان شاء الله، او يبعته لي على الواتس وانا انزله على صفحتي على التليجرام. ايه هي اسماء الاختبارات اللي بتتعمل على الدم واللبن للكشف عن مرض السل؟ جزاكم الله خير. اتكلمنا عشان الزملاء اللي دخلوا متأخر، اتكلمنا عن الخمس أمراض اللي هم مفروض لو أنا شخصتهم مفروض إن أنا ما أعالجش. تقصد السل يا دكتور علاء؟ تكلفة كورس العلاج؟ في الحيوان غالي جدا يا دكتور، يعني انا ما يعني هو بندي مضادات حيوية، ثلاث انواع من المضادات حيويه، ويقعد العلاج لمده شهرين، فهيبقى مكلف جدا بالنسبه للابقار. بالاضافه ان البقره، احنا عايزين بقره ليه وعايزين جاموسه ليه؟ عشان تجيب لنا لبن او لحم او تولد، فبتخس وممكن يجي لها انفرتيليتي ومفيش لبن ومفيش كده، فالموضوع مكلف جدا. رحب بالدكتور عثمان ادريس. الدكتور أبو عبد الرحمن إن شاء الله هيبعت لنا أسماء الاختبارات، لأن الراجل شغال في المختبر اللي ممكن، وأي حد عنده معلومة يحب يقولها. إحنا كنا بنجيب الصفحات عشان نجيب إيه الأمراض اللي اتكلمنا عنها النهاردة وهي ما بتتعالجش. اللي هو اتكلمنا عن مرض البارا توبركلوزس اللي هو الجونز ديسيز، اتكلمنا على الكوليستريديا، كل امراض الكوليستريديا ما بتتعالجش ولكن بنستخدم تطعيمات. اتكلمنا عن مرض البروسيلا وبرضه ده ما بيتعالجش بيتحصن. مرض الانثراكس خطر جدا وخطير جدا، ولو ظهر عندنا نزول دم من فتحات الفم والانف والمهبل والريكتم بندفن بتاعه ونحرقها. اتكلمنا عن مرض السل البكري، المرض ليس له علاج، تيست اند سلوتر، والعلاج مكلف جدا وما نعالجش الا في الانسان المصاب. نسال الله العفو والعافيه. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه محرم، ان شاء الله بكره صايمين العشراء، صيام عشراء يكفر السنه الماضيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.